هنايا هو المتنفس الوحيد، ومسألة فهمتيني مسألة اقتصادية ترونسبور سي با على بوردي دو تو الموند. وحنا تولدنا هنا وخلاقينا هنايا وتعلمنا نعوموا هنايا قبل ما يتبنى الجامع، والدينا عاشوا هنا قبل ما يكون المسبح البلدي، ايامات كان باقي جون لويس. وبالنسبة لنا حنا فهمتيني هذا هو المتنفس الوحيد، تنعلموا وليداتنا يعوموا فيه، ووليدات ديال الناس ومقصرين تندوزوا صويفة زوينة، نتمناوها تخرج بأقل الأضرار. والمشكل كاين في الترونسبور، المشكل اللي هو مادي ومشكل ديال الزحام وكل شيء باختصار. راك عارف الخاوه ديالي خدامين هنا قرابين في المدينه، كنجيو لينا عندنا سويعات، كنجيو لينا قراب مع ولاد الدراري ولاد الحومه. هنا راك عارف حومه زوينه هنا، الا بغيتي تمشي للشاطئ راه ما كتلقاش ترونسبور بالعشيه وما عندناش كيفاش اخر. راك عارف انا راه تعرف تعوم تتلاح ما تعرفش تلاح تعوم خصك ترجع بحالاتك، هذيك راه حاجه دار، راه في اي بلاصه راه تقدر ممنوع السباحه فهمتيني. انا راك عارف الا كنتي كتعرف تعوم راه تعوم، ما تعرفش تعوم راه ما تعومش. اش غنقول لك، بالنسبه لي انايا خدام هنا في مدينه قريب شويه، ياك غنجي للشاطئ غنمشي حتى للشاطئ، شويه صعيبه الترونسبور الوقت ما غيكفيش، كنفضل نجي نعوم هنايا احسن. ترونسبور كاين الروطار، كاين الطوبيس ديال التسعود من المدينه لعين دياب، راه خصك على الاقل ساعه يديك ساعه يجيبك. تراموا يعطيني خصك تسنى التراموي، خصك تسنى عاوتاني الطاكسيات الا بغيتي تمشي الطاكسيات، الطاكسيات عامرين. كتفضل تجي تعوم هنا، تجي على بيكالا كتجيبك لهنا كتعوم هي كتولي بحالك للدار مرتاح مع راسك. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.